واسعة، كم تردد على هذه الزاوية، وكم استراح هنا، وكم استقبل من فقراء، وكم يقص فقراؤه الذين عاصروه في تلك الحقبة عن لحظات عاشوها هنا تعلق بهذا المكان رغم صغر حجمه ومساحته. وأيضا كان شيخنا العارف بالله سيدي جمال في حياة والده يتردد كثيرا على هذه الزاوية وعلى فقرائها، وإن شاء الله تعالى بإذن المبارك من سيدنا الشيخ أن تجدد هذه البناية. ولا يخفى عليكم فضل بناء بيوت الله، من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطع بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، والزوايا بطبيعة الحال من بيوت الله تعالى. هذه الزاوية وكأصلها الزاوية الأم هي مدرسة لتخريج الإنسان الصالح الذي ينفع بيئته وينفع جيرانه، ينفع مجتمعه، ينفع وطنه أينما حل وارتحل. الزاوية مدرسة لتخريج أفراد متعلقين بثوابت الهوية الوطنية المغربية متمثلة في المذهب المالكي، مذهب إمام المدينة، والعقيدة الأشعرية التي تجمع ولا تفرق، لا تكفر أحدا من أهل القبلة، والتصوف السني، التصوف الذي يسلك بالعبد إلى مولاه باب ليذوق من خلالها العبد لذة معرفة الله تعالى. وملاك هذه الثوابت الثلاثة ثابت رابع وهو إمارة المؤمنين الضامنة لهذه الثوابت كلها. الزاوية القادرية البوتشيشية خرجت نماذج، وهنا أتحدث على وجه الخصوص هذا الإقليم الذي خرج شبابا ورجالا، شيبا وشبابا، رجالا ونساء لا زالت أسماؤهم تذكر في الطريقة، لن تندرس أبدا، أحياء بأفعالهم وآثارهم. وهذا التجديد لهذه البناية نصاحبها اليوم تجديد للعهد منا لشيخنا وطريقتنا على أن نسير قدما إلى الله سبحانه عز وجل متحابين متآخين. تجديد العهد وتجديد الإيمان سنة نبوية شريفة، قال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم، قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله، قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. فكما تتآكل البناية يتآكل الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم فاجددوا إيمانكم، قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله، قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. والصحبة في السلوك الصوفي تؤدي إلى هذا التجديد، تكثر من قول لا إله إلا الله إذا سخر الله لك واحدا يذكرك بالله. سئل عن الأولياء فقالوا من الأولياء، قال الذين إذا رؤوا ذكروا. فنحن لا نتعلق بتجديد العمران فقط، وإنما بتجديد الإيمان وتجديد الإنسان، وهذه هي رسالتنا هنا، رسالتنا لفقرائنا بحضرة سيدي منير وبحضرة سيدي معاذ. أوصي نفسي وإخواني أن نجدد العهد مع الله تعالى ومع شيخنا، ونجدد إيماننا ونتعاهد إيماننا. فالفقير هو الذي يتعاهد إيمانه، فقير شاب كان أو رجلا أم الشباب. فانظروا إلى آبائكم والفقراء الشباب وإلى من سبقكم في هذه الطريق، كيف احتضنوكم، كيف أحبوكم حينما رأوكم، كيف يحببون إليكم هذه الطريقة، بل يصفونها بالجنة لأنهم ذاقوا وعرفوا وأرادوا لكم معاشر الشباب أن تعرفوا وتذوقوا. فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا فتوح عباده الصالحين وفتوح عباده العارفين. والشيء بالشيء يذكر، واحد من أبناء الطريقة من قدماء أبناء الطريقة القادرية البوتشيشية الذين تخرجوا من هذه المدرسة، مدرسة الهوية، مدرسة الثوابت،
مدرسة المواطنة واحد النموذج والنماذج كثر. نغتنم هذه الفرصة بقدوم أحبائنا الشباب. جئونك لوحة فنية سي أيمن. أيمن أن يوفقنا لصالح القول والعمل. فقال رضي الله عنه: اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اضع المحبة فيما بيننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين. اجعلها بلدا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. انصر اللهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا منصرا. اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم اجعله سندا لأوليائك واجعل أوليائك له سندا. اللهم في ولي عهد مولى الحسن وفي سمو سعيد مولى الرشيد وفي كافة أسرته العلوية المجيدة إنك سميع مجيب. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانصر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانصر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانصر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا من النافع ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفي هذا الشباب التمسك بالثوابت الوطنية والدينية ومحبة جلالة الملك أمير المؤمنين زاده الله صحة وعافية وحفظا وعزا ونصرا. وهم وكلهم هاد الشباب ولا شباب يتعلمون هذه المحبة، ولأن حب الأوطان بالإيمان والمحافظة على هذه الثوابت الإسلام الوسطية والاعتداء والرحمة والسلم والسلام والتعايش. فهنيئا لكم بهذا جديد جديد العهد وبهذه المعلمة رغم صغارها فإنها يعني جوهرة في مدينة الناظور باب الشمال وباب باب الريف. قدموني الرسالة ديالكم للشباب ديال الإقليم الناظور النواحي. حقيقة دائما هو التشبث بمغربيتهم ووطنيتهم وحبهم ومحبتهم لملكهم، ولأن هذه من قوة يعني المغرب أنه يتشبث بحب آل البيت وحب ملكنا الذي دام يبذل له الغالي والنفيس من أجل أن يبقى هذا البلد مطمئنا في يعيش في السلم والسلام والرفاهية. والحمد لله هذه الطريقة القادرة البوتشية وشيخها كنا مع سيدي حمزة قدس الله سره، الآن مع سيدي جمال حفظه الله، مع هذه السلسلة الذهبية بفضل الذكر وبفضل العلم والعمل والاجتهاد في الذكر والاجتهاد في جهاد النفس. هذا هو المهم والأساس، الجهاد الأكبر هو جهاد النفس وتزكيتها وتربية هؤلاء الشباب على هذه الأخلاق وهذه المكارم وعلى هذه الثوابت الدينية والوطنية. وهذه الدار هذه مدرسة مؤسسة يعني تعمل على ترسيخ الثوابت الدينية وكذلك التصوف، لأنه يعني مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإن يراك. التصوف أخلاق، فمن زاد عليك بأخلاق زاد عليك بالتصوف. فهي بناء الإنسان على حب هذه والتشبث بهذه الثوابت، ومن أجل أن ينشأ هذا الشباب يعني ويساهم في تنمية هذه التنمية يعني الروحية والتنمية الوطنية والتنمية بجميع يعني أشكالها، حتى يساهم هذا الشباب إن شاء الله في خدمتها للبلاد، ويكون سواء وكذلك مغاربة العالم يساهم في يعني في نشر هذه الثقافة، ثقافة المغرب والتدين الوسطي المعتدل. وهذا ما تساهم الطريقة بفضل الاجتهاد وبفضل قراءة القرآن والذكر والعمل والإخلاص في العمل. وكل أينما كان من موقعه أينما كان يعني في عملهم يحملون هذه الرسالة، رسالة الإخلاص والصدق لوطنهم ولبلدهم. وهذه هي ثمرة الصحبة وثمرة يا أولي الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حتى نصدق العمل ونكون يعني منتجين لهذا الخير ولهذه الأخلاق المحمدية أينما كنا، حتى نساهم في البناء من بناء الإنسان ومن السلام الداخلي إلى السلام المجتمعي. وهذا ما تسمى الطريق، ونحن مفتخرين بمدينة الناظور
وكل جهة الريف على ما بدلوا من أجل المقاومة ومن أجل التثبت بالأهداف أهداف العرش العلوي المجيد، وكذلك خدمة لهذه المنطقة وهذه الجهة التي تعرف إن شاء الله يعني تقدما وازدهارا إن شاء الله، وكل سنة نعم بها وتكون هي جوهرة هذه الجهة الشرقية، ونحن مفتخرين بها. وهذه الزيارة هي نتبادل في هذه المحبة ونتبادل في هذا تجديد العهد على التزام بهذه التوبة الوطنية والدينية والاجتهاد في الذكر والعلم وقراءة القرآن وروح القرآن، لأن صلى الله عليه وسلم كان القرآن يمشي فوق الأرض وحبة رسوله من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب من والده ولديه والناس أجمعين وإسلام الوسط. وهذا ما تغرسه الطريقة القادية الوجشية بفضل منهاجها مع سيدي جمال ومع سيدي حمزة، وهذه السلسلة الذهبية من أجل ومشيختها وجميع يعني كل مؤسساتها على نشر هذه التعاليم الإسلامي الرحماتي والمحباتي والتراحمي والسلمي والسلام. شكرا لكم.